للحديث عن الإعادة القسرية للنازحين في العراق وسط تردي أوضاع الإنسانية والمعيشية، معنا من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا السيد ضياء الشمري. أستاذ ضياء، بداية مرحبا بك. الأمم المتحدة تكشف عن وجود نحو 1,000,000 نازح يحتاجون للعودة إلى مناطقهم بعد تأهيلها. أين ذهبت وعود الحكومات المتعاقبة بإعمار المناطق المدمرة في العراق؟ بداية تحياتي للجميع. حقيقة الوضعية العراق هي مأساوية، خاصة اللاجئين الموجودين في المخيمات في كل أنحاء العراق بغض النظر عن مكانهم وموقعهم. والفترات السابقة والفترات اللاحقة الحكومة العراقية ادعت انه ممكن ان تعمر المناطق وتبدا وتبني وتعمر. هذا الموضوع حقيقه يعني بعيد عن الحقيقه. الحقيقه لحد الان الانقاض، لحد الان البنيه التحتيه غير موجوده بالمناطق المدمره، اذا كانت في الموصل واذا كانت في الرمادي او في المناطق الاخرى. الموضوع انه الحكومه العراقيه يعني لم تبدي اهتماما بهذه الموضوع ابدا. موضوع قصدي اللاجئين بالوقت الحاضر عددهم اكثر من 1,000,000 شخص موجودين في داخل العراق، وتريد ان تغلق المخيمات بدون تخطيط لعمليه كيفيه عوده اللاجئين الى مناطقهم بعدم وجود البنية التحتية. لا توجد لا ماء، لا كهرباء، لا صحة، لا مدارس، لا طرق. يعني حقيقة هذه عملية انتقامية إلى العراقيين. العراقيين يعني أمنية الأطفال العراقي يقول أمنيتي أن أملك خيمة. يعني هذه الحكومة العراقية حتى خيمة لا يمكن أن توفر لهم بالعودة إلى أماكنهم. الحكومة العراقية ملتهية يعني حقيقة ملتهية بأمور أخرى لا تعني الشعب العراقي، أنه إذا مات وإذا جاع وإذا يعني لا توجد رعاية الأطفال، لا توجد المدارس، لا توجد المسائل الصحية. طيب. أستاذ، يعني القانون هنا كيف ينظر إلى عملية إعادة النازحين قسرا إلى مناطقهم في حين أن مناطقهم لا زالت مدمرة؟ هنا القانون كيف ينظر إلى هذا الإجراء؟ هذا إجراء إجرامي. يعني لا يمكن، كيف ممكن أن تغلق مخيم ولا توفر أشياء أخرى؟ وهذه مسألة الحكومة. الأمم المتحدة تنبه، المنظمات الدولية الحقوقية تنبه، المنظمات الإنسانية تنبه من هذه الأحداث، ولكن في الحقيقة أنه الموجود في العراق لا توجد حكومة في العراق، وإنما الميليشيات هي التي تسيطر على هذه المناطق، ولحد الآن لم يبدأ الإعمار ولا حتى بذل جهود من الحكومة العراقية بصيغة بسيطة لإعادة إعمار المناطق بتمويل مالي لأهالي المساكن أو للناس الموجودين الذين نزحوا. ممكن تعطيهم مواد إنشائية حتى يبنون. يعني حقيقة لا توجد هذه من الحكومة. الأمم المتحدة نبهت عن هذه وقالت هذه طريقة لا يمكن أن تقبل من قبل المجتمع الدولي، ولكن الحكومة العراقية حقيقة ملتهين بأمور أخرى ليست بأمور اللاجئين أو بأمور الشعب العراقي. هل من أمور أستاذ ضياء، هل من خطوات فعالة ربما يعني تتخذ في هذا الإطار من قبل المجتمع الدولي؟ يعني نرى مثلا صمتا مجتمعيا دوليا لما يجري لأوضاع النازحين، يعني نازحون ربما لا يستطيعون أن يستمروا بالحياة في هذا البرد القارس، في مناطق مدمرة، في وضع اقتصادي سيء، في تداعيات فيروس كورونا. هل يعني ثمة خطوات متوقعة للمجتمع الدولي في هذا الإطار؟ المجتمع الدولي بذل معونة، بذل كل الجهود لإعادة وإعمار المناطق الموجودة، ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي بذل كل الجهود ممكن إعمار المناطق الموجودة، ولكن الميليشيات هي التي تسيطر على هذه المناطق. الميليشيات مسيطرة على كثير من القرى العراقية،
هي سيطرت عليها الميليشيات، وحتى الميليشيات التي لا يوجد لها أصلا في العراق، مش الميليشيات من خارج العراق إذا كانت إيرانية وإذا كانت تركية. حقيقة هذا الموضوع مأساوي جدا، لأنها القرى العراقية سيطر عليها من قبل هذه الميليشيات، وقتلوا أهالي هذه وهربوا هذه المناطق. يعني والحكومة تقول إحنا لا عندنا، الجيش العراقي يقول إحنا لا يمكن القوى الموجودة عندنا أن تردع هذه الميليشيات. هذا اعترافات حقيقية من الجيش العراقي أو من طيب. من الأجهزة الأمنية العراقية. فقط إحنا نقدر نؤمن الأمان للخروج الناس من قراهم. يعني الحكومة كلها ما تقدر تساعد وجود هذه القرى والعودة إلى القرى، وإنما هي ممكن أن تقول لهم يابا أطلع إحنا ممكن نحميكم فقط من تخرجون. المشكلة أستاذي هناك من يتحدث حتى من داخل مصادر حكومية يقولون إن هناك جهات حكومية مستفيدة من استمرار أزمة النازحين. بالتأكيد، لأنه المساعدات المالية إذا كانت مواد غذائية وإذا كانت أدوات صحية وإذا كانت مسائل أخرى هم يعطوها للحكومة العراقية والمتنفذين في الحكومة العراقية، وهذه المساعدات إذا كانت من بطانيات أو ملابس أو إلى آخر شيء من المساعدات تأخذها هذه الميليشيات هي المسيطرين عليها، الأحزاب السياسية الموجودة المتقاسمة، مثل ما تقول الناس متقاسمين الكيكة بيناتهم. ثم هذه الحقيقة، الحقيقة ناس الشعب العراقي بالمخيمات مهمل إلى درجة، يعني المأساوية المأساة موجودة كثيرة بهذه الناس الموجودين هناك. ولكن المجتمع الدولي نبه والمجتمع الدولي دعم الحكومة العراقية لبداء مشروع جديد لإنقاذ هؤلاء من المكانة المنكوبة في العراق، ولكن السرقات هي التي تستمر في العراق، واستمرار هذه السرقات لا يمكن على المجتمع الدولي أن يبقى طول هذه الفترة مكتوف الأيدي. يجب عليه أن يتحرك إذا كانت من ناحية إنسانية ومن ناحية أخلاقية من أجل إنقاذ النازحين. شكرا جزيلا. كان معنا من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري، شكرا جزيلا لك.